مدشان كوب كلغو قدون سيني مدحونا جمهوريادة سومالي لان مدنى احمد محمد محمود سيلاني او احايدن حافيس كي ساقل كمدى تويدة سومالي لان ايا كوب كاسي وحاكوما موسي موادن حسن ورابع عده او كمدى موادنين تا سومالي لان ايو ارولي يهرو مرين تا عيارها سومالي لان مددير نكسو شغين يا ارماع دل يرادا كوب كاسيو سي مدحونا سومالي لان موادن حسن ورابع عده ايا وحاو كتل مامين كالين تا وحكو اول كا ايديري قرينين اي مدنى احمد سيلاني او مركز تا كاقاتو هرو مرين تا او بحاد دل كنيلي هاي لطليها مدحوينها إيها يدها عالميغا إيكوة محاليغا أو هالكاسي كهالي أيو حاولي مدحوين أدبن كوكو مهدعيلين وقتيغا قاليغا رنتي آد ماانتا لان يرادان أما حسن أو رنتي آه ننكي وغوهر ريي ديغا دوغ غا غرينكا سومال لان أو رنتي قار بادان أو خلال ماانتا أي كود دايدين أو رنتي أي چران وحان أي آنش علاي سنة رنتي لان يرادان أدبو دي رقليا وحان حسوستا طوان سنة دورتيت قروما دا عيارها دي رقلين بادان أيو حاق دالان يراد رنتي وانا رنتي وان وحان جعيلا هايبا إن شاء الله هدو لها رأي إنو آد يا آد نولا شاق يا حسن ما دام دالان يراد رنتي دي يهين رول كووين ماانتا سومال لان رنتي أحدين نغطا حاق دورشون كيسي والبا إنو حسن رنتي أرمها ووضا حاق دالان يراد موادن حسن ورابع دقوة ها قفكي إغوه رأيي إغرومد سومال لان ديغا روغ دوغا او هالكاسي كهالي ايا شرحي سببتو مدحوينها سومالي لان او كسي يكوب كاسي مدنا مدحويني هذه آيات بانو كوكومة تعلينينا إن وقتك قارق عدنا سيسي إيا فرصد عدنا سيسي إن لوانا هنو حنو كقبنين إيا كرومتا كوة قارك اللولي هاي إيا كوة إن مستقبل كدوبة هاركيس استهدي ملادق دونو روغة او حدا إيا ويالو إن بربرا سيدا ان كوة هاي إن ما نتا ان كوفة كرأي إن روغ دول كلاكينو إن وحاد نقول ديري قليسين أدنك إيا حكومة دادوا إن dadka looga dhigo free looga dhigo oo inta ka dhow xashuur laga qaadinta ma hadana waxa leh xukuumadada guud ahaan iyo wax qabadkaaga waa waajib intaad nooshahay inaannu anana qirno wixii loo qabta dhalinyarada iyadoo dhawaan la arki doono Hargeys stadium roog yallo roogan waxaan halkan u soo dul saaray anigoo ku faraxsan inaad xalay garoomo garoomada kamid ay waliba kuwii iga dambeeyay ah aan sameeyay inaad dhaaf ku soo aragtay inaan koobi kamid soo qaaday sababtoo ah waxaan loo soo daayay free-ga nalooga dhigay waxaan jecelnahay in sida hadda goboladu ay u bilaabmeen inay ku fidaan mudane axmed maxamed maxamuud silayn madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ayaa uga mahadceliyay muwaadin xasan waraab cadeen koobkaasi uu siiyay waxaan madaxweynaha soomaaliland halkaas ka sheegay in xukuumadiisu ay sii wadayso dhiirigelinta daayirta soomaaliland ee sharaf weyn iyo qiimo weyn baan u tahay runtii doorka weyn aad ka qaadato muxuu ahaa ciyaaraha iyo garoomada iyo dhiirigelinta dhalinyarada wax weyn oo qiimo leh tahay taana bal maanu ka qaadanay laguna gacan weyn ka bixino wixii waajibka iga aanu ka qabsanno insha Allah ta'ala aadi aadna bogaadin baa ku bogaadin yahay hawsha fiican ka qabtay waxtarka aadi aadna barakallah gabagabadii muwaadin xasan waraab cadde ayaa koobkaasi si rasmi ah u gudoonsiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo madaxweynuhuna uu ka gudoomay